حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. الطوخي توفيق. ليس كل ما تراه أمام الكاميرا من مشاهد حتى ولو كانت مدتها دقيقة يمر مرور الكرام، بل تراه بعد تجهيزات طويلة وتخطيط ورؤية. ومن ضمن هذه المشاهد هي مشاهد المعارك أو المشاهد الصعبة، وتصعب أيضاً على الممثل أن يؤديها، وهنا يتم الاستعانة ببديل ويسمى دوبلير، وهذا ما نعرفه جيداً. أما ما لا نعرفه جيداً فهو الطوخي توفيق، أشهر ممثل دوبلير ومصمم معارك في تاريخ السينما المصرية. الكثير لا يعرف عنه شيئاً، ونحن اليوم سنقوم بهذا الدور، وهو تعريف الجميع بالفنان الطوخي توفيق وحياته الفنية المجهولة. لذا تابعونا. إذا كانت هذه هي المرة الأولى لكم في قناة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجابا للفيديو. وجه المألوف لدى الكثيرين، ولكن اسمه غير معروف، ربما نتذكره من صوت اللكمات التي يوجهها للنجوم في أفلام، أو من العصابة التي كان دائماً ما يظهر معها، ليصبح أيقونة الأكشن خلال فترة السبعينات والثمانينات. ولد الطوخي توفيق في 10 يوليو عام 1925. شقيقته هي الفنانة سميحة توفيق التي اشتهرت بعدة أدوار، أبرزها أم دلال في فيلم نحن لا نزرع الشوك، أم بدوي في مسرحية ريا وسكين، وعمته هي الفنانة سميحة الطوخي، ولم تقدم إلا فيلماً واحداً هو بنات الريف. درس الميكانيكا وبدأ حياته كلاعب في السيرك، وكان والده أول من أدخل فن السيرك في مصر. كانت بداية عمل الطوخي في مجال السينما بمساعدة شقيقته سميحة توفيق، فبدأ كدوبلير في مشاهد بسيطة في عدد من الأفلام، وتدرج في مواهبه القتالية حتى أسندت إليه مهام تنفيذ المعارك، وكانت أولى أعماله الفنية فيلم أميرة الجزيرة، والفيلم من بطولة تحية كاريوكا كمال الشناوي، وكان دوبلير في أحد مشاهد الفيلم. ولم يكن يقتصر دور الطوخي توفيق على أن يكون ممثل ودوبلير للفنانين فقط، بل كانت مهمته أوسع من ذلك، فأسندت إليه مهام تنفيذ المعارك. فبعد استلامه السيناريو كان يحصل عدد المعارك المطلوب تنفيذها ومكان دخول النجم وكيفية الاشتباك وحركاته. أسس في الستينات فرقة الطوخي توفيق، حيث طلب المخرج حسام الدين مصطفى من إنشاء فرقة متخصصة لتصميم المعارك في السينما تقوم على الشكل الأمريكي، ويتولى هو تدريبه، وكان عدد هذه الفرقة ما يقرب من 50 شخصاً. مواقف عديدة مر بها الطوخي توفيق، وأصعبها ما حدث في فيلم سبع الليل، حيث كان يؤدي مشهداً بدلاً من الفنان رشدي أباظة على القطار، وأثناء تصوير المشهد كسرت قدمه ولكنه أكمله، وظل نائم حتى عبر القطار من فوقه ونقل بعدها إلى المستشفى. رصيده من الأعمال السينمائية 125 فيلماً ما بين ممثل أو دوبلير أو مصمم معارك، ومن ضمن أعماله ابن حميدو، نص ساعة جواز، الليلة الموعودة، وكل الأشرار وغيرهم. أنا اللي قتلت الحانوت كان هو آخر عمل فني للطوخي توفيق، إلا أنه لم يتمكن من إكماله بسبب وفاته، حيث كان من المفترض أن يسافر هو ونجله إلى اليونان لتصوير بعض المشاهد، إلا أنه تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى وتوفي بها عن عمر يناهز 59 عاماً. لم تتوقف مسيرة الطوخي توفيق بوفاته عام 1984، حيث أكمل مسيرته في مجال تصميم المعارك ابنه مصطفى الطوخي، كما أن حفيدته رحمة مصطفى كانت تنوي أن تكمل مسيرة جدها ووالدها بأن تصبح أول فتاة تعمل مصممة معارك، ولكن خوف والدها كان سبب لتعطيل مسيرة الجد. برأيك عزيزي المشاهد، كيف ترى مسيرة الفنان الطوخي؟ وهل تراه ممثل أكثر أم مصمم معارك أكثر؟ إذا أعجبك الفيديو أخبرنا في التعليقات، واضغط زر الإعجاب، واشترك في القناة، ولا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد لدينا.